الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون يشرف على اختبار راجمات صواريخ من عيار 240 ملمتراً مزودة بنظام توجيه جديد في الوقت الذي تجري فيه سيول وواشنطن مناورات عسكرية مشتركة. يأتي ذلك بعد نحو 3 أشهر من إعلان كوريا الشمالية عزمها نشر راجمات صواريخ جديدة من عيار 240 ملمتراً يرجح أنها قادرة على بلوغ سيول. وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية قالت إن قاذفات الصواريخ المحدثة تقنياً لها قدرات على المناورة وإطلاق النار المركز، وثبت أنها تتمتع بأفضلية في كل المؤشرات، كما أدخلت عليها تحديثات جديدة تشمل نظام توجيه جديداً بقابلية للتحكم وقوة تدميرية. ويأتي اختبار الصواريخ الجديدة بعد 2 من اختبار طراز جديد من المسيرات المتفجرة أشرف عليها كيم وراقب بواسطة منظارين وهي تفجر أهدافها.